السلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنشرح موضوع جديد في التشفير وهو الإليبتيك كيرف كريبتوغرافي. الطريقة دي تختلف عن الطرق التقليدية اللي احنا شفناها في التشفير في مفهوم أساسي، وهو إن الطرق السابقة في التشفير اللي احنا شفناها كان أول حاجة لما يجي يشفر رسالة مثلا ABC فكان بيعوض عن كل حرف برقم، فالA مثلا بواحد والB باتنين والC بتلاتة، أو يستخدم الأسكي كود أو اليوني كود أو أي طريقة، ففي الآخر خالص كل حرف بيتحول لرقم، بيبدأ يعمل عمليات ترانسبوزيشن أو سبستيتيوشنز مختلفة على الأرقام ديت وفقا للكي، فيطلع لي أرقام جديدة خالص. الأرقام الجديدة دي بتعادل حروف جديدة خالص، فتطلع الرسالة المشفرة بتاعتي. ولكن في الطريقة اللي احنا هندرسها النهاردة اللي هي الإليبتيك كيرف كريبتوغرافي، أو الاختصار بتاعها اللي هو الـ ECC، دايما هتشوف الاختصار ده اللي هو إليبتيك كيرف كريبتوغرافي، احنا هنعمل إنكودينج للرسالة بتاعتنا على هيئة نقاط. النقاط دي بتقع على منحنى، المنحنى ده ذو طبيعة خاصة وله خصائص محددة، فأنا بدل ما كنت بعبر عن الـ A بواحد والـ B باتنين والـ C بتلاتة وهكذا، أنا هعبر عن الحروف على هيئة نقاط. النقاط دي بتقع على المنحنى بتاعي ده، وهبدأ أعمل بعض العمليات برضو العمليات المخصصة للمنحنى ده على النقاط بتاعتي. فافترض مثلا إن أنا الرسالة بتاعتي كانت النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي، فأنا لما هعمل عليهم شوية عمليات خاصة كده هيطلع لي نقاط جديدة اللي هي النقطة دي مثلا والنقطة دي والنقطة دي، فيبقى تشفير النقاط اللي بالأصفر بقت النقاط اللي باللون التاني ده. وفي الحالة دي كل نقطة من النقاط الأصلية كانت بتعادل حرف، النقاط الجديدة بتعادل حروف تانية، فهتطلع الرسالة المشفرة بتاعتي. وطبعا كل نقطة من النقاط اللي قدامك ديت لها X و Y، فالنقطة دي مثلا هنسميها النقطة B، ولكن النقطة B ديت لها X ولها Y، فالنقطة ديت لها XB ولها YB، والنقطة دي مثلا هتبقى النقطة دي اسمها الكيو مثلا، والنقطة دي زي ما انت شايف كده لها اكس ولها واي، فهتبقى النقطة دي الاحداثيات بتاعتها اللي هي الاكس كيو والواي كيو. دلوقتي قبل ما نبدأ في طريقة التشفير ونشوف ايه اللي بيتم، لازم الاول نشوف خصائص الكيرف دوت عبارة عن ايه، ايه هي الخصائص اللي بتميزه وليه انا بستخدم الكيرف ده بالتحديد، وبعد كده نبدأ نشوف العمليات اللي احنا بنعرفها على النقاط اللي موجودة على الكيرف ده. نبدأ بأول خطوة وهي المعادلة الأساسية للإليبتيك كيرف، يعني ايه هي المعادلة اللي بتطلع لي الإليبتيك كيرف اللي انت شفته من شوية ده. المعادلة الخاصة بالإليبتيك كيرف هي معادلة عادية خالص، معادلة بتقول ان y تربيع زائد الـ AX زائد الـ BY هتساوي الـ X تكعيب زائد السي اكس تربيع زائد الدي اكس زائد الاي. طبعا الاكس والواي دولت متغيرات وبقيه الحاجات دي كلها ثوابت، يعني الاي والبي والسي والدي والاي دي كلها ثوابت. فالمعادله دي احنا بنسميها الواير ستريس ايكويشن. اللي بتوصف الاليبتيك كيرف. ولكن للسهولة وعلشان ما تبقاش المعادلة معادلة كبيرة جدا وفيها متغيرات وثوابت كتير، ففي نسخة مبسطة لمعادلة الإليبتيك كيرف، وهي انك انت تستخدم المعادلة اللي هي y تربيع بتساوي الاكس تكعيب زائد الاي اكس زائد البي. يعني كأنك في المعادلة اللي فوق ديت حطيت الاي ديت بزيرو والبي ديت بزيرو والسي بزيرو، فسبت الدي والاي فقط، فبقت المعادلة المبسطة بتاعتك اللي هي معادلة الإليبتيك كيرف y تربيع بتساوي الاكس تكعيب زائد الاي اكس زائد البي. الاكس والواي ديت اللي هي النقاط اللي هو المتغيرات بتاعتك، والاي والبي دولت ثوابت. دلوقتي احنا ممكن نستخدم المعادله ديت علشان نرسم كذا اليبتيك كيرف ونبدا ان احنا نشوف شكلهم عامل ازاي قبل ما نكمل شرح. فاحنا ممكن بقى نمسح كل ده كده ونطلع لفوق خالص كله، ونيجي هنا نكتب معادلة الإليبتيك كيرف بالشكل اللي احنا عارفينه، y تربيع هتساوي x تكعيب زائد ax زائد b.
لو انا حطيت الـ A مثلا بناقص 1 وحطيت الـ B بواحد، فبقت معادلة الاليبتيك كيرف بتاعتي بالشكل ده، y تربيع هتساوي x تكعيب ناقص x زائد 1. تعالى اما نجرب ان احنا نرسم المعادلة دي، طبعا المعادلة دي انت ممكن تخليها y بتساوي الجذر التربيعي لـ x تكعيب ناقص x زائد 1، وطبعا الجذر التربيعي ده يبقى مرة موجب ومرة سالب، فهتشوف شكل الكيرف عامل ازاي. هتبدأ تختار بعض قيم الـ x وتحسب الواي عندها وترسم الكيرف بتاعك، بس وانت بتختار قيم الاكس اختار قيم يكون الكيرف فيها متعرف، لانك لو اخترت الاكس مثلا من اول ناقص 2 هيبقى مش متعرف، يعني ناقص 2 مثلا ناقص 2 تكعيب ناقص 8، وهنا هتبقى زائد 2 زائد 1 يعني تبقى ناقص 5، فجذر ناقص 5 ده غير معرف، فنشوف الاكس معرفه من اول كام. فنبدا مثلا على سبيل المثال نبدا بناقص 1.5 مثلا، وبعد كده لو ما كانش متعرف نبقى نزودها شويه. ونحسب الكيرف هنا الاول، فنحسب للموجب فقط، فاقول له هنا اس كيو ار تي اللي هو سكوير روت عشان احسب الجذر التربيعي لاكس تكعيب، فادا هنا الاكس تكعيب الرقم اللي هنا اس 3 ناقص الاكس اللي هو الرقم اللي هنا زائد 1. هنحسب الجذر، فعند الواحد ونص مش متعرف، نجرب عند الواحد واربعة من عشرة مش متعرف، عند الواحد وثلاثة من عشرة بدأت تبقى متعرفة فنزودها شوية، يعني نخليها 2 مثلا، 1 و32 متعرفة، 33 مش متعرفة، يبقى خلاص خلينا نبدأ ب 1 32، ونبدأ إن احنا نزود مثلا على قيمة الإكس ديت دايما 1 من 10، فنقول له هتجيب اللي هنا تزود عليه 1 من 10، ونبدأ نرسم الكيرف ده لغاية مثلا 7 ولا 8. فاحنا هنا كده اهو نكمل ممكن لغاية هنا كفاية، لغاية 9 اهو. هنبدأ ان احنا نحسب معادلة الاليبتيك كيرف بالشكل ده عند كل نقطة، يعني مثلا لو انت حطيت القيمة مثلا بواحد وتمانية من مية، فهتروح تعوض في المعادلة بتاعتك، المعادلة بتاعتك هتقوم واخد 1.8 ديت، وتقوم رايح معوض بيها هنا 1.8 تكعيب ناقص 1.8 زائد 1، وتحسب الجذر التربيعي لها، هيطلع لك القيمة اللي هي اللي بالاصفر اللي قدامك دي. طبعا القيم ديت احنا خدنا الجذر بالموجب، نرجع بقى ناخد الجذر بالسالب، فهناخد كل القيم دي كنترول وسي، واقوم نازل تحت خالص كده، اقوم حاططهم تاني، بس اقول له هنا بدل ما تجيب الجذر بس تجيب سالب الجذر. ونشد الدالة دي على كل القيم اللي تحت، فبقت بالشكل ده. نبدأ بقى نرسم الاليبتيك كيرف ده، فنقول له انسيرت، ونقول له ارسم لنا الشكل بتاع الاليبتيك كيرف، فزي ما انت شايف ده منظر الاليبتيك كيرف بتاعنا. هو ده بقى الاليبتيك كيرف اللي احنا هنستخدمه في التشفير. كيرف ذو طبيعة خاصة شكله عامل زي الشكل اللي قدامك ده. ممكن نشوف مثال تاني على الاليبتيك كيرف تاني، نفس المعادلة اللي قدامك دي اللي هي اللي فوق خالص دي، ممكن نحذف القيم دي دلوقتي، بس احنا المرة دي بدل ما هنحط الـ A بناقص 1 والـ B بواحد، المرة دي هنحط الـ A بناقص 1 ونحط الـ B بصفر. فبقت المعادلة بتاعتك الـ Y تربيع هتساوي الـ X تكعيب ناقص الـ X، وهنا الـ B بصفر. فطبعا الـ Y هتساوي الجذر التربيعي لـ X تكعيب ناقص X. تعالوا نشوف شكل الكيرف ده هيطلع ازاي، وطبعا هنا موجب أو سالب. طبعا الكيرف ده في اماكن كتير مش متعرف فيها، يعني مثلا الكيرف ده لو الاكس اقل من الناقص 1 هيبقى مش متعرف طبعا، فاول قيمه يبدا بيها اللي هي الناقص 1، لو ناقص 2 هيبقى مش متعرف، ادي ناقص 8 و2 هيبقى ناقص 6، فيبقى جذر الرقم سالب فيبقى مش معرف. فاحنا نبدا باول قيمه اللي هي ناقص 1، لما تبدا بناقص 1 هتحسب المعادله اللي هي سكوير روت افتح قوس الاكس تكعيب اللي هي القيمه اللي هنا اس 3 ناقص الاكس اللي هي القيمه اللي هنا، هتقول له احسبها، فالناقص 1 الدال عندها بزيرو. لو انا زودت بقى كل مره 1 من 10 على القيمه اللي هنا، فبقى عندي القيم بتاعتي بالشكل ده. لما اشوف الكيرف هتلاقيه مش متعرف في اماكن كتير، يعني مثلا لو انا شديت كده كل دي مناطق مش متعرف فيها، من اول الصفر بالارقام العشريه هنا اكبر من الصفر لحد الواحد
يعني الواحد بالظبط معرف، بس الواحد ده محسوب ان هو اللي قبلها زائد واحد من عشرة، فالفلوت بوينت بيبقى فيه مشكلة في الاكسل، لكن لو كتبت واحد هتتحسب عادي اهي بصفر، لان ده اللي عند واحد بصفر، واحد ناقص واحد. لكن كل الارقام العشرية دي الدالة مش متعرفة عندها، فاحنا هنمسح بقى كل الارقام دي كده، وهنبدأ هنا نكتب واحد على طول، ونحسب الدالة عند الواحد، وبعد كده نزود على الواحد ده واحد من عشرة، فبقى واحد واحد من عشرة وهكذا، نشد بقى ده لغاية مثلا أي رقم، مثلا نخليها لغاية مثلا سبعة ولا حاجة، أوكي لغاية عشرة كفاية، ونيجي هنا نحسب الدالة عند كل النقط دي، فالدالة عند النقط دي كلها تبقى بالشكل ده، نرجع ناخد كل القيم دي ونحسب الدالة بس الجذر بالسالب، يعني احنا عندنا مرة الجذر بالموجب ومرة الجذر بالسالب، فناخد كل القيم دي كده نحطها هنا، ونحسب الجذر بالسالب، فنقول له هنا ناقص سكوير روت، وهنشد الدالة دي كده، وبعد كده نقول له ارسم لنا بقى المعادلة دي كلها رسم بياني، فنروح هنا عند insert scatter ونقول له ارسم. لو لاحظت كده هتلاقي شكل الكيرف بتاعك بالشكل ده، في دايرة هنا كده، خلي بالك الوصلة ديت احنا مش عايزينها، فاحنا ممكن ننزل القيم دي شوية عشان ما يوصلش ما بينهم، بس هي يعني ايا كان هي مش مشكلة، هي مفيش وصلة هنا اصلا، بس هو عشان احنا حاطين الواحد بعدهم على طول، فاحنا لو انا مسحت ده كده وقمت قايل له حط لي سطر فاضي هنا كده، ونزلت تحت برضه قلت له حط لي سطر فاضي هنا قبل الواحد، وبعد كده قلت له ارسم لي بقى الرسم البياني بتاع الكيرف ده، فهتشوف الرسم البياني بتاعك زي ما احنا عاملينه بالشكل ده، دايره كده زي ما انت شايف، في دايره هنا كده، وبعد كده كيرف بالشكل ده. كده انت شفت مثالين على الاليبتيك كيرف، على الشكل بتاعه وشكله عامل ازاي. هبدا بقى اتكلم على الخصائص المميزه في الاليبتيك كيرف. دول المثالين اللي احنا شفناهم من شويه، هنخليهم قدامنا كده، وهنبدا ان احنا نتكلم على بعض الخصائص المميزه في الاليبتيك كيرف، ونطبقها على المثالين دول علشان تقتنع بهذه الخصائص. اول خاصيه ان الاليبتيك كيرف لازم يكون فيه تماثل حول الاكس اكسس او محور اكس، فلما تيجي تبص على الحاله الاولى بتاعتنا ادى الاليبتيك كيرف متماثل حول محور اكس، يعني لو ده اكس اللي فوق الخط زي اللي تحت الخط بالظبط، وكذلك الحاله الثانيه لما تبص على الخط اللي هو اكس بتاعك اهوت هتلاقي في تماثل حوالين الخط ده، فاللي فوق الخط زي اللي تحت الخط بالظبط. الخاصيه الثانيه ان انا اي خط مستقيم هرسمه فالخط ده بيقطع الاليبتيك كيرف في نقطتين او ثلاث نقاط، فلما ارسم اي خط مستقيم الطبيعي ان بيقطع الاليبتيك كيرف في ثلاث نقاط، زي مثلا لما ارسم الخط ده بالشكل ده، فالخط اللي قدامك ده قطع الاليبتيك كيرف بتاعي في ثلاث نقاط، ادي النقطه الاولى، ادي النقطه الثانيه، ادي النقطه الثالثه. لما ارسم خط مثلا بالشكل ده فالخط ده قطع الاليبتيك كيرف في ثلاث نقاط، ادي النقطه الاولى، ادي النقطه الثانيه، ادي النقطه الثالثه. لما نطبق ده على المثال الثاني، فلو انا رسمت اي خط بالشكل ده فالخط ده قطع الاليبتيك كيرف في ثلاث نقاط، ادي النقطه الاولى، ادي النقطه الثانيه، ادي النقطه الثالثه. لو رسمت خط بالشكل ده فبرضه قطع الاليبتيك كيرف في ثلاث نقاط، ادي النقطه الاولى، ادي النقطه الثانيه، ادي النقطه الثالثه. بس عندي خاصيه ثانيه مهمه جدا، وهي ان الخط المستقيم اللي انا برسمه لو هو عباره عن مماس لنقطه، اي نقطه على الكيرف، ففي الحاله دي بيقطع الكيرف في نقطتين اتنين فقط. يعني مثلا لو انا رسمت خط مستقيم بالشكل ده فالخط ده عباره عن مماس لنقطه زي ما انت شايف كده، فالخط ده بيقطع الكيرف بتاعي في نقطتين اتنين، النقطه دي والنقطه دي. كذلك لو انا رسمت مثلا خط مماس عند النقطه دي، فزي ما انت شايف كده المماس للنقطه دي بيقطع الكيرف في نقطتين اتنين، النقطه دي والنقطه دي. نفس الكلام في الحاله الثانيه، لو انا رسمت اي مماس بالشكل ده
فالمماس اللي عند للكيرف عند النقطة دي بيقطع الكيرف في النقطة التانية دي. ولو أنا رسمت أي مماس بالشكل ده فهو مماس للكيرف عند النقطة دي وبيقطع الكيرف في النقطة التانية دي. فالخط المستقيم اللي أنت بترسمه لو هو مماس لأي نقطة فبيقطع الكيرف في نقطتين، لو هو مش مماس فبيقطع الكيرف في تلات نقط. وآخر خاصية إن أنا لو أنا عندي أي خط رأسي يعني أي vertical line بالشكل ده فهو بيقطع الكيرف في نقطتين اتنين زي ما أنت شايف كده، بس إحنا بنعتبر إن هو بيقطع الكيرف في تلات نقاط، النقطة التالتة في الانفينيتي، نقطة بزيرو، بس مش مشكلة التحليل الهندسي بتاعها دلوقتي. لكن اللي يهمني في الحالة دي إن النقطة اللي فوق هي الانفرس بتاع اللي تحت، أو اللي تحت هي الانفرس بتاع اللي فوق، يعني لو النقطة دي اسمها بي فالنقطة اللي تحت دي اسمها سالب بي. وطبعا أنت عارف إن أي نقطة من ديت هي عبارة عن إكس وواي، فلو النقطة البي مثلا هي الإحداثيات بتاعتها هي عبارة عن إكس بي والواي بي، فالإحداثيات بتاعت النقطة اللي تحت هي نفس الإحداثيات اللي فوق بس الواي بالسالب فقط، فتبقى الإكس بي والسالب الواي بي. كذلك في الحالة التانية اهو لو انا خدت اي vertical line فبيقطع الكيرف في نقطتين اهوت زي ما انت شايف، اي نقطة منهم هي الانفرس بتاع التانية، يعني الواي بتبقى سالب فقط. فلو خدت النقطة اللي فوق ديت النقطة ديت بي، فلو هي مثلا ب 3 و 10 فتبقى النقطة اللي تحت بنسميها سالب بي، والاحداثيات بتاعها بيبقى عبارة عن برضه 3 لان الاكس هيت ما اتغيرتش، بس الواي بس هتبقى بالسالب، بدل ما تبقى 10 تبقى بسالب 10. فأي نقطة على الكيرف لما أخد vertical line فالنقطة اللي تحت هي الانفرس بتاع اللي فوق، واللي فوق هي الانفرس بتاع اللي تحت. بعد ما فهمنا الخصائص الأساسية للإليبتيك كيرف، وقبل ما ندخل في الإليبتيك كيرف كريبتوغرافي، فإحنا هنعرف عمليتين أساسيتين. العمليتين دولت بيتعملوا على النقاط اللي موجودة على الإليبتيك كيرف، وبيطلعوا لي برضو نقاط موجودة على الإليبتيك كيرف. أول عملية عملية اسمها Point Addition، البوينت اديشن معناها إن أنا هجمع نقطتين البي زائد الكيو، يعني أنا عندي نقطتين نقطة بي ونقطة كيو. فلو أنا عندي نقطة بي هنا مثلا وعندي نقطة كيو هنا مثلا، فأنا بقول إن أنا لما أوصل خط مستقيم من النقطة بي للنقطة كيو فالخط ده إحنا عارفين إن هو هيقطع الإليبتيك كيرف في نقطة تالتة اللي هي النقطة دي. فالنقطة دي الإنفرس بتاعها لما أخد خط فيرتيكال لاين بالشكل ده فهتبقى هي النقطة دي. فالنقطة دي اللي هي اللي اسمها R ديت هي عبارة عن الأديشن بتاع البي والكيو، يعني لما أجمع البي والكيو يديني الR دي، والنقطة اللي فوق التالتة بتاعتهم ديت هتبقى هي اوتوماتيك اللي هي ايه؟ ناقص ار. ناخد مثال في الكيرف التاني، لو انا عندي نقطة هنا ولتكن النقطة بي، ونقطة هنا ولتكن النقطة كيو. لو حبيت ان انا اجيب البي زائد الكيو، فانا بقول ان البي زائد الكيو ديت اقوم موصل خط مستقيم من البي للكيو. فالخط ده طبعا بيقطع الاليبتيك كيرف في نقطة تالتة، الانفرس بتاعها هو النقطة اللي تحت لما اوصل فيرتيكال لاين منها للي تحتها، فالنقطة اللي تحت ديت هي الار، الار ديت هي عبارة عن ناتج البي زائد الكيو، والنقطة التالتة اللي هي اللي على نفس امتداد الخط اللي واصل من البي للكيو هيبقى اسمها ناقص ار. ناخد مثال تاني، لو انا شلت ده كده ومسحنا كل ده، ده كان الاليبتيك كيرف بتاعي. لو انا حطيت اي نقطتين وليكن مثلا نقطة هنا ونقطة هنا، فالنقطة ديت هي البي والنقطة ديت هي الكيو، دولت اي نقطتين. لو انا حبيت ان انا اجمع البي زائد الكيو فهعمل البوينت اديشن، فاجيب بي زائد الكيو، فالبي دي نقطة على الكيرف والكيو ديت نقطة على الكيرف، فمجموعهم هيديني برضو نقطة على الكيرف. فهجيب المجموع ازاي؟ هقوم موصل الخط المستقيم من البي للكيو، فالخط ده طبعا زي ما انت شايف كده بيقطع الاليبتيك كيرف في نقطة تالتة، لازم هيقطع الاليبتيك كيرف في نقطة تالتة. النقطة دي
الانفرتس بتاعها هوصل فيرتيكال لاين كده لفوق، فهتبقى النقطه ديت هي الار اللي هي ناتج البي زائد الكيو، وتبقى النقطه الثالثه ديت اسمها ناقص ار. كذلك لو انا عندي نقطتين هنا، دي نقطه مثلا ودي نقطه، النقطه ديت بي والنقطه ديت كيو، وانا عايز اجيب البي زائد الكيو، فانا هوصل خط بالشكل ده، ده خط مستقيم واصل من البي للكيو، فبيقطع الاليبتيك كيرف في نقطه ثالثه. النقطه الثالثه ديت لما اجيب الانفرس بتاعها فيرتيكال لاين لتحت فيديني النقطه دي، فيبقى البي زائد الكيو ديت بيساوي النقطه اللي هنا دي اللي هي اللي اسمها ار، والانفرس بتاع الار ديت اللي هو اللي فوق ديت اسمها ناقص ار. فيبقى تجمع بي زائد الكيو يديلك النقطه دي، هنا تجمع البي زائد الكيو يديلك النقطه دي. فدي عمليه البوينت اديشن. ودلوقتي اخر حاجه في الخصائص، ان احنا هنبدا نشوف العمليه الثانيه اللي احنا مسموح لنا نعملها على الاليبتيك كيرف، وهي اسمها بوينت مالتيبليكيشن. او اسمها بوينت دبلنج، انك انت عندك اي نقطه وعايز تجيب النقطه ديت مضروبه في 2. فلما تحب تجيب اي نقطه مضروبه في 2، افترض ان دي النقطه بي مثلا وعايز تضرب النقطه دي في 2، فانت برضو بتقوم موصل الخط المستقيم اللي هو ممثل للنقطه دي، فالخط اللي هو ممثل النقطه دي بالشكل ده زي ما انت شايف هيقطع الاليبتيك كيرف في نقطة تانية. النقطة التانية دي الانفرس بتاعها هو اللي تحت ده، فلما اضرب النقطة بي ديت في 2 تديني النقطة ار اللي هي اللي تحت دي، والنقطة اللي هي اللي على نفس الخط ده اسمها ناقص ار. نشوف مثال تاني هنا، انا عندي النقطة دي مثلا، النقطة ديت اسمها بي، وانا عايز اجيب 2 بي، فلما احب اجيب 2 بي هقوم موصل المماس للنقطة دي، فالمماس للنقطة ديت لازم هيقطع الاليبتيك كيرف في نقطة تانية. النقطة التانية دي هوصل فيرتيكال لاين كده عشان اجيب الانفرس بتاعها، فالانفرس بتاعها ده اللي هو النقطة ار هو ده عبارة عن ناتج ال 2 بي، والنقطة دي اللي هي اللي على نفس الخط المماس للنقطة بي اسمها ناقص ار. ناخد مثال تاني، لو انا افترضت مثلا ان انا عندي النقطة دي، النقطة ديت اسمها كيو مثلا، وأنا عايز أجيب 2 كيو، فعشان أجيب 2 كيو هقوم موصل المماس للكيرف بتاعي عند النقطة كيو، فالمماس ده بيقطع الكيرف في نقطة تانية، النقطة دي هوصل منها فيرتيكال لاين للنقطة اللي فوق اللي هي الانفرس بتاعها، فالنقطة ديت هي اسمها ار، الار ديت هي عبارة عن 2 في الكيو، يعني 2 في الكيو هتساوي الار دي، والنقطة اللي تحتها ديت على طول هيبقى اسمها ناقص ايه؟ ناقص ار. نفس الكلام هنا، لو أنا عندي النقطة كيو وأنا عايز أجيب 2 كيو، فأنا هقوم موصل المماس للكيرف ده، فالمماس ده بيقطع الإليبتيك كيرف بتاعي في نقطة تانية، النقطة دي هقوم جايب الفيرتيكال لاين كده، فالنقطة اللي فوق هتبقى هي عبارة عن الار، الار ديت هي عبارة عن ال 2 كيو، واللي تحت هيبقى اسمها ماينس ار. وكده نعتبر ان احنا خلصنا الخصائص الأساسية للإليبتيك كيرف، ونبدأ ان احنا نشوف العملية بتاعت التشفير بتتم ازاي. فعشان نشوف عملية التشفير لازم نعرف العمليات اللي هي البي زائد الكيو بتتم ازاي والاتنين بي بتتم ازاي. بس احنا طبعا مش هيقدر نشتغل على الاعداد اللي هي الفلوت بوينت علشان الاعداد الحقيقيه ديت غير منتهيه، لكن في التشفير الانكودنج لازم يكون العناصر محدده، يعني معروف حرف الاي بانهي نقطه، حرف البي بانهي نقطه وهكذا. لكن لو الاعداد اللي هي الفلوت بوينت ديت عمري ما هعرف اشتغل على التشفير معاها. فاحنا هنبدا ان احنا نستخدم الاليبتيك كيرف بس على جالوس فيلد معين اللي هو عدد اولي مثلا، يعني اخد عدد اولي مثلا وليكن مثلا 19 او 23، فيبقى الاعداد اللي مسموحه عندي اللي هي من اول صفر لحد 22
بالنسبة لـ X ومن أول صفر لـ 22 بالنسبة لـ Y، وأبدأ أشوف إيه هي النقاط اللي بتقع على الكيرف وأمثلها إزاي وأستخدمها في التشفير. إحنا كنا قلنا إن المعادلة الأساسية للإليبتيك كيرف هي عبارة عن Y تربيع هتساوي X تكعيب زائد AX زائد B. علشان نستخدم الجالوس فيلد اللي هو بتاع الاعداد الاعداد اللي هي الاوليه، فانا هستخدم الاعداد الاوليه اللي هو عدد اولي وليكن 23 مثلا، فانا هخلي المعادله بتاعتي بدل ما تبقى بالشكل ده هخليها واي تربيع مودولس البي، البي ده اي عدد اولي، هتبقى بتساوي اكس تكعيب زائد الاي اكس زائد البي مودولس البي. يبقى في الحالة ديت انا خليت كل الحسابات بتاعتي مودولاس البي علشان تبقى دايما الارقام بتاعتي من 0 لحد 22 بالنسبة للاكس ومن 0 لغاية 22 بالنسبة للواي. المعادلة دي غالبا بدل ما تتكتب بالشكل ده بتقوم بكتبها كده E اللي هو اختصار لإليبتيك كيرف، وبعدين هنا العدد الاولي، فالعدد الاولي هنا اسمه B فهتحط هنا B، وبعد كده تكتب بين قوسين هنا البارامترز اللي هم الاي والبي، لان هي ديت الثوابت اللي انا محتاجها فقط علشان يبقى عندي معادله اليبتيك كيرف. فلو انا عندي مثلا كتبت لك اي اليبتيك كيرف بالشكل ده اي 23 ومثلا 1 و1، يبقى ده معناه انك انت هتحط الاي ب1 والبي ب1 والبي ب23، فتبقى معادله الاليبتيك كيرف بتاعتك واي تربيع مودولس 23 هتساوي اكس تكعيب زائد الاي ب1 فتبقى 1 في اكس باكس زائد البي ب1 فتبقى 1، كل ده مودولس 23. اللي قدامك ديت معادله اليبتيك كيرف، واحنا عايزين نشوف مجموعه النقاط اللي ممكن تكون موجوده على الكيرف ده كلها. فناخد مثال، مثلا افترض مثلا ان انا حطيت الاكس بتساوي 7، فانا عايز اشوف ايه هي النقاط اللي موجودة عند الليبتك كيرف عند الاكس بتساوي 7. فالمعادلة قدامك هتعوض عن الاكس هنا ب7، فتبقى y تربيع مودولس 23 هتساوي، هتحط هنا 7 فيبقى 7 في 7 في 7 يعني 7 تكعيب زائد 7 زائد 1 مودولس 23. علشان ما نقعدش نحسب بايدنا تعالى ما نحسبها على طول هنا، فاقول له هنا هتحسب لي 7 اس 3 زائد 7 زائد 1. الرقم ده ب 351، هتجيب لي الرقم ده مودولس 23 فيبقى بيساوي 6. فانا حاليا عندي الواي تربيع بتساوي 6. او الواي تربيع مودولس 23 بتكافئ ال 6 مودولس 23. فانا بدور على قيمة الواي اللي لما تتضرب في نفسها تديني 6، فانا ابدأ احط قيم الواي بقى كلها قدامي، فاقوم حاطط هنا الواي بتساوي 0 1 2 لغاية ما اوصل لل 22، لان انا العدد الاولي بتاعي 23، فابدأ 0 1 لغاية 22 واشوف بقى كل الارقام، هما في الغالب اقصى حاجة رقمين طبعا عشان يبقى الاليبتيك كيرف مظبوط. فشوف لما اضرب الرقم اللي هنا في نفسه يعني 0 في 0 1 في 1 والارقام اللي طلعت دي كلها اجيبها مودولس 23، فهم قايل له اللي هنا هيساوي مودولس الرقم اللي هنا و 23. اشوف بقى الرقم اللي يطلع 6، فالارقام اللي بتطلع 6 اهيت اللي هم 11 و 12، فيبقى عندك هنا لما تحط الاكس بتساوي 7 يبقى الواي ممكن تساوي 11 او الواي ممكن تساوي ال 12، فيبقى النقاط بتاعتك اللي هي 7 و 11 والنقطة التانية اللي هي 7 و 12 هما نقطتين موجودين على الاليبتيك كيرف، مش هتلاقي طبعا اي حاجة تانية تطلع 6 اهو. تمام، فيبقى انت دلوقتي علشان تشوف النقاط اللي موجودة على الاليبتيك كيرف فبتحط الاكس بأي قيمة من أول صفر لحد 22. بعد ما حطيت الاكس بأي قيمة تعجبني وليكن 7 مثلا، قمت معوض وقمت جايب الواي تربيع، فالواي تربيع حاليا بتكافئ الستة،
فانا بدور على قيمه الواي اللي لما اضربها في نفسها مودولس 23 تطلع بتساوي 6. فالقيمتين دولت هما ال11 وال12، 11 في نفسها ب121 مودولس 23 ب6، وال12 لما تضربها في نفسها تبقى ب144 مودولس 23 برضو ب6. فتبقى النقطتين اللي هما النقطه 7 و11 والنقطه الثانيه 7 و12، النقطتين دولت موجودين على الاليبتيك كيرف. دلوقتي هنخلي الكمبيوتر يطلع لي كل النقاط اللي موجودة على الاليبتيك كيرف من اول صفر لحد 22، فاقول له هنا صفر واحد لغاية 22، دي قيم الاكس بتاعتي. الونهم بالاصفر كده واكتبهم هنا برضو، اقول له هنا من اول صفر واحد لغاية 22 دي قيم الواي. وهنا ممكن نلون دول الاول. هنا هنحسب الطرف اليمين في المعادله، المعادله بتاعتك اهيت فوق اللي هي اكس تكعيب زائد اكس زائد 1 مودولس 23، فهنحسبهم لقيم الاكس هنا. فاقول له اللي هنا هيساوي، ممكن نوسع الخليه الاول شويه، فاقول له مودولس افتح قوس هجيب الرقم اللي هنا اس 3 زائد الرقم اللي هنا زائد الواحد، هجيب كل ده مودولس 23. يعني كانك بتجيب اكس اس 3 زائد اكس زائد 1 مودولس 23. فلما تجيب الحسبه دي كلها لكل القيم هتطلع بالشكل ده. هنا هتجيب اللي هي الطرف الشمال، فالطرف الشمال ما فيش فيه غير واي تربيع اللي هو اللي قدامك ده، واي تربيع مودولس 23. فهتجيب كل قيمه هنا في نفسها بس تربيع، فتقوم جايب القيمة دي في نفسها وتقوم جايبها مودولس 23، فيبقى صفر في صفر مودولس 23 بصفر وهكذا. يعني لو حبينا نشوف أي حسبة علشان تبقى فاهم الحسابات دي تمت ازاي، هنا مثلا القيمة دي، القيمة دي جت منين؟ التسعة دي 9 أس 3 زائد 9 زائد 1 مودولس 23. واي قيمة من هنا هي عبارة عن القيمة في نفسها، يعني 9 في 9 مودولس 23. فانا هشوف لو اللي هنا هيساوي اللي هنا تبقى النقطة ديت على الكيرف، عشان يبقى ديت الواي تربيع بتساوي الاكس تكعيب زائد اكس زائد 1 مودولس 23. هتقول له هنا بقى هيساوي اف، انت عايز تشوف القيمة اللي هنا لو كانت بتساوي اللي هنا تحط واحد، غير كده تحط صفر مثلا. فاقول له اذا كانت القيمه اللي هنا، بس هنثبتها كعمود علشان ما تقعدش تتغير في الخلايا اللي جايه، فهندوس اف 4 ثلاث مرات علشان تبقى دولار ساين سي 52، فيبقى العمود سي ده ثابت في كل الخلايا. فاقول له اذا كان اللي هنا هيساوي اللي هنا، بس هنثبت بقى ده كصف عشان ما يتغيرش في الخلايا اللي جايه، فاقول له اف 4 مرتين علشان تبقى دي دولار ساين 51، فالدولار تبقى على 51، فيبقى الصف 51 هو اللي ثابت. فاقول له اذا كان اللي هنا ده بيساوي اللي هنا هتحط واحد، غير كده هتحط صفر. وهنشد الخليه دي كده ونشدها لتحت كده، وممكن بقى نصغر بقى كل الحسابات ديت علشان نعرف نشوف كويس. فنصغر كل دول لغايه نعمل لهم كده كولون ويدز مثلا، نخليهم اتنين مثلا او نخليهم اربعه كفايه، فيبقوا بالشكل ده. فانت هنا هتدور على الوحايد، فانت ممكن تعلم هنا كده، سوري كده علمنا عليهم كلهم، وهنروح هنا هنقول له conditional formatting، ونقول له هنا highlight cell rules equal to 1، ونقول له اوكي. فهي الوحايد اللي هي اللي قدامك ديت، كل ديت هي النقاط اللي موجوده على الاليبتيك كيرف. تعالى ما نكتبهم بقى، فاحنا ممكن نخفي الصف ده كده، ده في حسابات ما تهمنيش، هقول له هايد، واخفي الصف العمود ده هقول له هايد، وابدا اكتب القيم اللي موجوده. فانا عندي هنا صفر وواحد، دي بتحقق الاليبتيك كيرف بتاعي، فيبقى انا عندي هنا النقطه صفر وواحد. وعندي النقطة الثانية اللي هي صفر واتنين وعشرين. نبدأ بقى نكتب كل النقاط الثانية. عندي هنا الواحد واحد وسبعة وواحد وستاشر.
الاتنين مش موجودة على الاليبتك كيرف خالص، اللي بعد كده التلاتة وعشرة والتلاتة وتلاتاشر. الاربعة هنلاقيها اربعة وصفر فقط. بعد كده الخمسة هنلاقي خمسة واربعة وخمسة وتسعتاشر. بعد كده ستة واربعة وستة وتسعتاشر. بعد كده السبعة، والسبعة ديت احنا حسبناها يدوي قدامك، فسبعة وحداشر وسبعة واتناشر. بعد كده التمانية مش موجود على الاليبتك كيرف، التسعة وسبعة وتسعة وستاشر. العشرة مش موجودة على الاليبتك كيرف، الحداشر، حداشر وتلاتة وحداشر وعشرين. بعد كده الاتناشر هتلاقيها اتناشر واربعة واتناشر وتسعتاشر. بعد كده التلاتاشر وسبعة والتلاتاشر وستاشر. بعد كده ال 14 مش موجودة، وال 15 مش موجودة، وال 16 مش موجودة. بعد كده ال 17 نشوف 17 وكام، هنلاقي هنا 17 و نصغر كده عشان تبقى كلها ظاهرة قدامنا، فيبقى هنا 17 و 3، 17 و 3 و 17 و20. بعد كده ال 18، ال 18 برضه و 3 وال 18 و20. بعد كده ال 19، 19 و5 و19 و18. وبعد كده ال 20 مش موجودة، 21 مش موجودة، وال 22 مش موجودة. ويبقى كده هي دي مجموعة النقاط اللي بتقع على الاليبتك كيرف كلها. ممكن ناخدهم كده كلهم كنترول وسي ونروح نحطهم هنا مثلا. النقاط ديت لما نرسمها هتلاقيها بتعمل تماثل. نرجع بقى الخلايا كلها مثلا 12. لما نرسم النقاط دي كلها هنلاقيها ان الكيرف متماثل جدا، فوق خط اكس وتحت خط اكس. كده انا حطيت النقاط كلها هنا اهيت. تعال ما نرسمهم رسم بياني. فالاول نقول له رتبهم لنا علشان سوري. نرتبهم عشان يظهروا قدام بعض كده. وممكن بقى نفصلهم قيم اكس وقيم واي. فنقول له هنا ديتا، نقول له تكست تو كولومز نيكست، هنفصل بالكوما ونقول له نيكست وفينش. دي كده قيم الاكس ودي قيم الواي. زي ما انت شايف كده دي قيم الاكس والواي اللي موجودين على الاليبتك كيرف. تعال نرسمهم رسم بياني وتشوف شكلهم عامل ازاي بس كنقط. فزي ما انت شايف كده الشكل ده لما تبص عليه هتلاقي ان هو متماثل جدا. يعني ادا هوت كده وده هنا كده اهو، ادا ده كده وده كده، دول نقطتين اهمت، دول نقطتين، دول نقطتين، دول نقطتين، ودي نقطة ودي نقطة ودي نقطة ودي
نقطة. ففي تماثل حوالين النقاط ديت، يعني ممكن ترسم خط في النص كده بالظبط، واللي فوق الخط واللي تحت الخط يبقوا زي بعض بالظبط. بس طبعا النقاط ديت فقط من اول 0 ل 22 بالنسبة للاكس، ومن اول 0 ل 22 بالنسبة للواي. هنخلي النقاط دي كده قدامنا اللي هي اللي موجودة على الاليبتك كيرف اللي احنا قلنا عليه اللي هو اي 23 واحد وواحد، وقلنا ان ده كده معناه انك انت لما تكتب الاي وبعدين هنا البرايم نمبر بتاعك وبعدين هنا الاي والبي، فدي كده بتعادل المعادله بتاعت الاليبتك كيرف الكامله اللي هي الواي تربيع مودولاس البي. البي دوت بقى اي رقم اولي، يعني مثلا لو 29 ولا 31 فبتعمل الحسابات بتاعتك كلها مودولاس 31، هتقول بتساوي وتقوم حاطط هنا الاكس تكعيب زائد الاي في الاكس زائد البي مودولاس البي. دي كده هتحسب المعادله ديت وهكذا. فلما ادي لك الاي والبي باي شكل والبي اللي هو العدد الاولي ده باي شكل، فانت بتحسب المعادله بتاعتك. بس انت القاعده الاساسيه بس اللي عندك، في عندك شرط مهم فقط على اختيار الاي والبي، ان يبقى 4 في اي تكعيب زائد 27 في بي تربيع لا تساوي الصفر. ده الشرط الوحيد على اختيار قيمه الاي والبي علشان الثوابت ديت تحقق اليبتك كيرف. وطبعا برضو مش بس ان هي ما تساويش الصفر وما تكافئش الصفر برضو، يعني برضو 4 اي تكعيب زائد 27 بي تربيع ما تبقاش، لو انت بتجيب الحسابات بتاعتك كلها مودولاس البي فتطلع ما بتكافئش صفر مودولاس البي، يعني ما تطلعش اي رقم بيكافئ الصفر مودولاس البي. نبدا بقى نشوف الحسابات بتاعتنا. احنا اتفقنا ان احنا عندنا عمليتين اساسيتين. العمليه الاولى ان انا اجمع نقطتين بي زائد الكيو، او دي طبعا انا عايز اشوفها بتساوي ار، الار ديت عباره عن ايه. وعندي العمليه الثانيه ان انا لو انا عندي نقطه بي وانا عايز اجيب 2 بي، ودي برضو ممكن تكتبها كده بي زائد البي، يعني لو بي زائد البي هي نفس دي بس هنا النقطه هي نفسها فكانها 2 بي، برضو دي بتساوي الار. فانا عايز اعرف الار ديت عباره عن ايه او بتحسب ازاي. فاحنا في البدايه خالص احنا اتفقنا معاك ان البي ديت عباره عن نقطه على الاليبتك كيرف، فهي طبعا لها اكس وواي، فالاكس والواي بتوعها اسمهم الاكس بي والواي بي، وكذلك النقطه كيو، النقطه كيو ديت نقطه على الاليبتك كيرف فلها اكس ولها واي، فلها اكس كيو ولها واي كيو. والنقطه ار اللي بتطلع ديت برضو عباره عن نقطه على الاليبتك كيرف فلها اكس وواي، فلها اكس ار وواي ار. فانا هدي لك اي نقطتين اكس بي وواي بي مثلا 19 و18، والكيو مثلا اكس كيو واي كيو مثلا 1 و7، وعايزك تعمل لي البي زائد الكيو، فهتجيب لي الار، هتقول لي الار هتطلع بكام في الحسابات دي، فكانك عايز تحسب الاكس ار وتحسب الواي ار. او ادي لك اي نقطه ولتكن 12 و4 واقول لك هات لي 2 بي، فلما تيجي تجيب 2 بي هتعمل ايه علشان تطلع الار. فيبقى انا الدور اللي انا عايز اعرفه دلوقتي ان انا ازاي احسب الاكس ار والواي ار في حاله البوينت اديشن وفي حاله البوينت مالتيبليكيشن او الدبلنج بتاع اي بوينت. فاحنا هنكتب القوانين الاول المستخدمه في الحساب وبعد كده نبدا ان احنا نطبقها على مثال. مبدئيا احنا عشان نحسب الاكس ار فبنقول ان الاكس ار بتساوي لامدا تربيع ناقص الاكس بي ناقص الاكس كيو، وطبعا كل الحسابات بتاعتك مودولاس البي. ولما نحسب الواي ار فنقول ان الواي ار، طبعا انت بتحسب اكس ار وواي ار، يبقى انت كده جبت الار. فالواي ار هي عباره عن هتجيب اللامدا، هقول لك دلوقتي اللامدا ديت عباره عن ايه، هتضربها في الاكس بي ناقص الاكس ار اللي انت لسه حاسبها من فوق، هتاخد كل اللي طلع ده تطرح منه الواي بي، وده كله هتقوم جايبه مودولاس البي. فاحنا هنعمل العمليتين دول، لما تكتب القانون الاول ده هتحسب الاكس ار، ولما تعمل القانون الثاني ده هتحسب الواي ار، فيبقى انت كده جبت الاكس ار والواي ار. بس كده كل اللي فاضل ان احنا نعرف ايه هي اللامدا دي. علشان احسب اللامدا فاللامدا ديت لها حالتين، فانا بقول ان اللامدا كده بتساوي
لو كانت البي لا تساوي الكيو فديت الحالة الأولى، لو كانت البي بتساوي الكيو ديت الحالة التانية. لو البي لا تساوي الكيو معنى كده إن أنا عايز أحسب إن البي زائد الكيو نقطتين مختلفتين، فيبقى دوت اللي هو البوينت أديشن. لو البي بتساوي الكيو يبقى أنا عايز أحسب البي زائد البي، يبقى كأن أنا عايز أحسب الاتنين بي، وهي ديت الحالة التانية اللي هي البوينت مالتيبليكيشن أو البوينت دبلينج. الحالة الأولى هحسب الميل العادي، بمعنى إنك أنت أساسا كان عندك النقطة بي والنقطة كيو زي ما أنت عارف كده. النقطة بي لها اكس بي واي بي، والنقطة كيو لها اكس كيو واي كيو، فأنت لما تحسب الميل كنت بتقول واي كيو ناقص واي بي على اكس كيو ناقص اكس بي، هو ده اللي أنت هتحسبه هنا لو كانت البي لا تساوي الكيو. فبتقول له هنا هيبقى القانون بتاعي واي كيو ناقص واي بي على اكس كيو ناقص الاكس بي. كل حساباتك طبعا موديولاس البي. لو كانت بقى البي بتساوي الكيو فانت هتعوض في قانون تاني خالص، وهو اللي هو 3 اكس بي تربيع زائد الاي. الاي ديت اللي هي اللي موجوده في معادله الاليبتيك كيرف، كنت بقول لك اكتب الاي هنا العدد الاولي، وهنا الاي والبي اللي هي البارامترز اللي احنا بنستخدمها، فالاي ديت هتحطها هنا على 2 واي بي. طبعا برضو كل الحسابات موديولاس البي. فانت هتحسب اللامدا الاول وتروح تعوض فوق في المعادلتين دول. بعد ما تحسب اللامدا اي بالطريقتين على حسب العمليه اللي انت بتعملها، هتروح تعوض فوق في المعادله الاولى ديت هتحسب الاكس ار، وفي المعادله الثانيه هتحسب الواي ار، فهتجيب الناتج بتاعك. تعالى بقى ما ناخد مثال كامل، ناخد النقاط اللي موجوده على الاليبتيك كيرف ديت كنترول وسي كده، ننزل نحطها قدامنا هنا علشان نطبق مثال. وافترض مثلا ان انا هاخد اي نقطتين من هنا وعايز اجمعهم، فنقول مثلا لو انا خدت النقطه مثلا 3 و10، ممكن نعمل زوم كده عشان نكبر شويه. وافترض مثلا ان انا خدت النقطه الثانيه مثلا اي نقطه ولتكن مثلا 9 و7 دي، فانا خدت النقطتين دول وعايز اجمعهم على بعض، النقطه الاولى اللي هي 3 و10 والنقطه الثانيه اللي هي 9 و7. فانا مبدئيا هقوم كاتب كده، انا عندي البي بتاعتي بتساوي 3 و10 والكيو بتاعتي بتساوي 9 و7، دول نقطتين مختلفتين، انا عايز احسب البي زائد الكيو اللي هي بتساوي الار، فانا عايز احسب الاكس ار والواي ار علشان ابقى جبت النقطه ار. طبعا تحط القوانين قدامك، فالقوانين قدامك هي فوق، ممكن تسجلهم كده قدامك. هنبدا نعوض تعويض مباشر. اول حاجه احسب اللامدا، فهم قايل ان اللامدا بتساوي، احنا عارفين ان اللامدا بتساوي نقطتين دول نقطتين مختلفتين، فهيبقى الواي كيو ناقص الواي بي على الاكس كيو ناقص الاكس بي موديولاس البي. فتبقى اللامدا بتساوي الواي كيو اللي هي ب 7 ناقص الواي بي ب 10 على الاكس كيو اللي هي ب 9 ناقص الاكس بي اللي هي ب 3، فيبقى 7 ناقص 10 بناقص 3 و 9 ناقص 3 ب 6. لما نختصر دي هتطلع بتساوي سالب 1 على الاثنين، طبعا موديولاس 23. فانا دلوقتي اللامدا بتاعتي طلعت بتساوي ناقص 1 على الاثنين موديولاس 23، فانا عايز اشوف السالب نص موديولاس 23 دي بتكافئ كام. فانت ممكن تحط كده سالب 1 على الاثنين موديولاس 23 بتساوي او بتكافئ اكس موديولاس 23، فانا عايز اشوف الاكس ديت بكام. لما نحب نشوفها كانك انت بتقول ان ناقص 1 موديولاس 23 بتكافئ 2 في اكس، 2 في اكس موديولاس 23، فانا عايز اشوف الاكس اللي لما اضربها في 2 تطلع بتكافئ ناقص 1 موديولاس 23. طبعا ناقص 1 موديولاس 23 ديت اللي هي ب 22، يعني اجمع عليها 23، ناقص 1 و 23 ب 22، فتبقى 22 موديولاس 23 بتكافئ 2 في كام؟
الاكس بكام؟ اللي لما اضربها في 2 تطلع ب 22، فطبعا 11. 2 في 11 ب 22 مودولاس 23 هتبقى ب 22، فيبقى الاكس هنا بتساوي 11، فيبقى اللمدا بتساوي 11. بعد ما جبت اللمدا ارجع تاني فوق، القانونين اللي كانوا مكتوبين قدامك اهمت اللي هي بتاعت الاكس ار والواي ار، هنعوض بقى عن اللمدا تعويض مباشر وعندي كل المعطيات التانية، فاحسب الاكس ار والواي ار. فلما ننزل تحت كده ممكن نكتب القانونين هنا عشان يبقوا قدامنا، ونخلي النقاط برضو معانا بس كده الشاشة مش هتاخد. فممكن نكتب القانونين الاول، ادا احنا عندنا الاكس ار، الاكس ار كانت بتساوي اللمدا تربيع ناقص الاكس بي ناقص الاكس كيو موديولاس 23 او موديولاس البي عموما. فلما نيجي نعوض هنا هنقول ان الاكس ار هتساوي اللمدا احنا حسبناها ب 11، فتبقى 11 تربيع ناقص الاكس بي. الاكس بي هنا كانت بكام في المسألة بتاعتنا؟ زي ما احنا شايفين كده البي بتاعتنا كانت ب 3 و10، فالاكس بي ب 3، فهنكتب هنا ناقص 3 ناقص الاكس كيو. الاكس كيو بتاعتنا بكام؟ فنطلع لفوق هنا الاكس كيو بتاعتنا ب 9، فهنكتب هنا 9 ونحسب الحسبة ديت نشوفها هتطلع بتساوي ايه. ممكن نحسبهم على الآلة الحاسبة كده، 11 تربيع ناقص 3 ناقص 9، فتطلع بتساوي 109. فأنا عايز أشوف 109 موديولاس 23 بتساوي كام، فأقوم قايل له برضه احسبها لي، فأقول له موديولاس 109 و 23 فتطلع بتساوي 17، فيبقى هنا الاكس ار طلعت بتساوي 17. نبدا بقى نحسب الواي ار، فهنقول ان الواي ار بتساوي، نجيب القانون من فوق برضو احنا كنا كاتبينه فوق، ممكن نكتبه تاني. فادى القانون بتاع الواي ار، ننزل نكتبه هنا. الواي ار كانت بتساوي اللمدا مضروبه في الاكس بي ناقص الاكس ار اللي انت لسه حاسبها، كل ده ناقص الواي بي موديولاس البي اللي هي ب 23. فلما نيجي نعوض عن الواي ار هنا هنقول هتساوي اللمدا اللي انت لسه حاسبها كانت ب 11 فوق اللي هي دي، فنقول له 11 مضروبه في الاكس بي اللي هي نقطه الاكس، احداثي اكس للنقطه بي، فاحداثي اكس للنقطه بي زي ما انت شايف كده ب 3، فهننزل هنا نكتب 3 ناقص الاكس ار اللي انت لسه حاسبها ب 17، كل ده ناقص الواي بي اللي هو احداثي واي للنقطه بي، فاحداثي واي للنقطه بي زي ما انت شايف كده ب 10، فهننزل هنا نكتب 10 ونشوف المقدار ده كله موديولاس 23 بيساوي ايه. فممكن نحسبه هنا على طول كده، نقول له هنا هيساوي 11 في افتح قوس 3 ناقص 17، كل ده ناقص 10، فيطلع بيساوي ناقص 164. طبعا موديولاس 23، فهنحسب الرقم ده موديولاس 23 نشوفه بيساوي ايه، ناقص 164 و 23 فيطلع بيساوي 20. فتبقى النقطة بتاعتك اللي هي الـ XR والـ YR بتساوي 17 و 20، ودي ناتج جمع الـ B زائد الـ Q.
طيب هل النقطة 17 و20 موجودة على الاليبتيك كيرف؟ اه تعالى ما نشوفها. هتلاقي هنا 17 و20 قدامك اهي، برضو نقطة موجودة على الاليبتيك كيرف. دلوقتي بقى هنبدأ نشوف مثال تاني، وهو لو انا عايز احسب الاتنين بي اللي هو الدبلنج بتاع اي بوينت او البوينت مالتبليكيشن في 2. فلو انا عندي اي نقطه بي اديتها لك، ولتكن مثلا ناخد النقطه اللي لسه طالعه معانا اللي هي 17 و20، يعني انا اديتك نقطه اللي هي النقطه 17 و20، النقطه دي موجوده على الاليبتيك كيرف قدامك اهي، وانا عايز اجيب 2 بي. فانا طبعا انا مدي لك النقطه ومدي لك الاليبتيك كيرف بتاعك اللي هو الاي 23 ل 1 و1، وبطلب منك انك انت تحسب لي 2 بي. طبعا احنا اتفقنا اول حاجه بعملها ان انا بحسب اللمدا. فاحنا عندنا اللمدا كانت بتتحسب بطريقتين مختلفتين، لو البي بتساوي الكيو، لو البي لا تساوي الكيو. فلو انا عندي البي لا تساوي الكيو اللي هي الحاله اللي فاتت، نقطتين مختلفتين وانا بجمعهم، فبحسب اللمدا بالشكل ده. لو البي بتساوي الكيو يبقى هي نفس البي، فانا كان انا بجمع البي على نفسها، فكان انا بجيب 2 بي، فيبقى انا هطبق الفرع الثاني. فانا هنزل هنا نكتب القانون بتاعنا. احنا عندنا اللمدا في حاله ان النقطه نقطه واحده وبجمعها على نفسها، فيبقى القانون بتاعي 3 اكس بي تربيع زائد الايه على 2 واي بي مكتوب فوق. وطبعا حساباتنا كلها موديولس البي، فتبقى اللمدا هنا هتساوي 3 في الاكس بتاعت النقطه اللي هي ب 17، فتبقى 17 تربيع زائد الاي، الاي اللي هو البارامتر الاولاني في الاليبتيك كيرف اللي هو بواحد، على 2 في الواي بي، الواي بي بتاعتك اللي هي الواي بتاعت النقطه بي ب 20. فاحنا هنحسب دي نشوفها بتساوي كام. هنحسب الحسابات ديت على الاله الحاسبه، فنقول له هنا هتساوي، نشوف البسط الاول، 3 في 17 تربيع يعني 17 في 17 زائد 1، دي ب 868 على 2 في 20 طبعا ب 40. طبعا الحسابات كلها موديولس 23، فانا ممكن احسب البسط موديولس 23 والمقام موديولس 23 الاول. فما يقول له هنا 868 موديولس 23 اشوفها بكام، فاقول له موديولس الرقم ده و 23 تطلع بتساوي 17، فيبقى البسط بتاعي ب 17. ونشوف 40 موديولس 23 ديت برضو فيها 17، فكانها 17 على 17 بواحد، موديولس 23 فكانها هتساوي 1، فتبقى اللمدا بتاعتي كده بتساوي 1. نروح بقى نعوض في القانونين بتوع الاكس ار والواي ار. فاحنا عارفين ان القانون بتاع الاكس ار كان بيساوي اللمدا تربيع ناقص الاكس بي ناقص الواي ناقص الاكس كيو موديولس البي. فلما نعوض هنا هنقول اللمدا اللي هي بواحد يبقى واحد ناقص الاكس بي بتاعتي. انا النقطه بتاعتي اللي انا شغال عليها دلوقتي كانت النقطه 17 و20، فالاكس بتاعت البي ب 17 والاكس كيو هي برضو الكيو هي نفسها البي، فهتبقى هي برضو بايه ب 17. فيبقى نحسب الحسبه دي كلها، فنقول له هنا 1 ناقص 17 ناقص 17 دلوقتي كده بناقص 34، 1 يبقى ناقص 33. فنشوف ناقص 33 موديولس 23 هتساوي كام؟ موديولس ناقص 33 و 23 فتطلع بتساوي 13، فيبقى هنا الاكس ار طلعت بتساوي 13. نحسب بقى الواي ار. فالواي ار احنا عارفين القانون بتاعها، برضو ممكن تشوفه فوق تاني، هو عباره عن اللمدا في الاكس بي ناقص الاكس ار ناقص الواي بي. وطبعا الحسابات بتاعتك كلها موديولس 23 او موديولس البي. فلما نعوض هنا اللمدا قلنا بواحد في
الاكس بي النقطة بتاعتنا كانت 17 و20، فالاكس بتاعت النقطة ديت ب 17 ناقص الاكس ار اللي انت لسه حاسبها طلعت ب 13، كل ده ناقص الواي بي، الواي بتاعت النقطة بي ب 20، كل ده موديولس 23. هنحسب دي، ف 17 ناقص 13 ب 4، 4 ناقص 20 بناقص 16، فيبقى هنا ناقص 16 موديولس 23، ناقص 16 موديولس 23 هتطلع بتساوي 7، فيبقى النقطة بتاعتك بقت 13 و7، فيبقى 2B بتساوي 13 و7. أكيد طبعا هتلاقي برضو النقطة 13 و7 ديت موجودة على الإليبتيك كيرف، فنطلع نشوفها موجودة ولا لأ. هتلاقي هنا 13 و7 موجودة على الإليبتيك كيرف. آخر ملحوظة هنقولها علشان هنحتاجها جدا في ألجوريزم التشفير اللي هنشوفه في الفيديو القادم، إن أنا لو طلبت منك إنك أنت مثلا تحسب لي 9 بي، فأنت ما تعرفش تحسب أصلا غير 2 في النقطة، فعشان تحسب دي أنت بتبدأ بالنقطة بي، لو جمعت عليها النقطة بي تاني فيدي لك 2 بي، فكده أنت عندك نقطة جديدة خالص اسمها 2 بي. النقطة اللي هي 2 بي ديت هتجمعها على نفسها، فكأنك أنت النقطة ديت مثلا اللي هي اللي طلعت اللي اسمها ار، فأنت لما جبت 2 ار أو بقت 4 بي، وكذلك ال 4 بي ديت لما طلعت تقوم واخدها وجمعها على نفسها فتبقى 4 بي و 4 بي اللي هي نفس النقطة بتعمل لها دبلنج يعني، فبقت 8 بي، فبقى عندك النقطة 8 بي وعندك البي الأصلية، تقوم واخد النقطة دي ودي نقطة تانية مختلفة خالص عنها وتقوم عامل لهم بوينت اديشن اللي هو انك انت تجمعهم فيطلع لك في الآخر خالص اللي هي 9 بي.